اقسم لهم، اللهم انتقم لنا منهم يا رب العالمين، اللهم عجل لنا بالخلاص يا رب العالمين. ربنا والفلسطينيين بيحموها، لا الملك عبد الله تاع السعوديه ولا الهرس الملك عبد الله تاع الاردن ولا عباس ولا ابو الباس ولا حاجه، بس ربنا اللي بنصرها. بدكم تبيعوها يا كلاب؟ احنا محمينها، وباذن الله ما بنموت الا على عتبات الاقصى، بنروح بالدم نفديك يا اقصى. لا اله الا الله، محمد رسول الله، وانا لله وانا اليه راجعون. كل ايدنا مهيئين نفسنا احنا وبلادنا وبناتنا ونسواننا للشهاده بسبيل الاقصى. السلام عليكم. الله أكبر. يا نتنياهو يا ليبرمان، المستوطنين إلهم يعني يروح على المسجد يفتحوا المسجد الأقصى، ما شاء الله. أما نحن يمنعونا هذا الأقصى، أقصانا لا يحق إسرائيل أن تتدخل في شؤون الأقصى.